تشهد النتائج والأرقام والانتصارات للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في مواجهة نادي الزمالك، وآخرها الفوز العريض بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الثالثة للدوري الممتاز. موسيماني حقق الانتصار السادس له على الزمالك في ثماني مواجهات لم تشهد سوى فوز وحيد للأبيض، وحضر التعادل في مرة واحدة، ليؤكد أنه المدرب الذي يجيد إدارة كل المواجهات وبكل الطرق. مع سان داونز الجنوب إفريقي كانت أولى مواجهات موسيماني مع الزمالك، والتي وصلت إلى أربع مواجهات خلال النسخة ذاتها من دوري أبطال إفريقيا، ليفوز في اللقاء الأول بدور المجموعات بهدفين مقابل هدف، ثم في اللقاء الثاني ضمن الدور ذاته بهدف نظيف. وفي ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 يفوز موسيماني في جنوب إفريقيا 3-0، وخسر مباراته الوحيدة أمام الزمالك في الإياب بهدف نظيف لم يؤثر في نتيجة النهائي، ليتوج بدور الأبطال. ومع الأهلي كانت المواجهة الأولى لموسيماني مع الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، والفوز بهدفي عمرو السلية ومحمد مجدي أفشة القاضي ممكن، ليكون انتصاره الرابع على الأبيض. وفي الدوري الممتاز حقق موسيماني خامس انتصاراته في الدور الأول من الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف، وانتهت مباراة الدور الثاني بالتعادل 1-1، ليأتي هذا الموسم بالانتصار السادس للساحر الجنوب إفريقي وبخماسية. موسيماني رسخ العقدة بكل الطرق الفنية، ففاز على الزمالك باستخدام طرق اللعب الحديثة 4-4-2، 4-3-3، 4-2-3-1 و3-4-3. ووعد موسيماني جمهور الأهلي باستمرار الانتصارات في الجولة المقبلة، ليؤكد ثقته في فريقه وقدرات لاعبيه وخططه الفنية التي منحته سجلا من الانتصارات في كل المواعيد الكبرى.